الحديث لا يؤمن الرجل في بيته أو في سلطانه إلا بإذنه، يرد به على من قال قد تنزل بالمسلمين نازلة فيمنع ولي أمر المسلمين من القنوت، فيقول لماذا لا تقنتون، لماذا تطيعون ولي الأمر؟ نقول نطيعه على حسب ما جاء في هذا الحديث، لأنه هو الأحق بهذا الأمر، فلو شاء أن يعزل هذا الإمام عزله، وبالتالي فإن هذا نائب عن ولي الأمر في الصلاة، فيجب أن يتقيد. وليس هناك منع للمسلم في جميع أحواله، إذا منعت من القنوت في نازلة وهي نازلة حقيقية وقعت في المسلمين، فلله الحمد لديك أوقات أخرى في صلاتك، في سجودك، في قيامك بالليل. مما يؤخذ على بعض هؤلاء مما يقولون بهذا القول، نقول لهم لما تنزل بالمسلمين نازلة وتدندنون حول هذا القنوت، ولماذا منع الإمام من القنوت؟ نقول أين أنتم في سائر ساعات يومكم من الدعاء لإخوانكم؟ متى تذكرونه؟ هل إذا صليت بالليل تذكرهم؟ في صلواتك تذكرهم؟ في خلواتك تذكرهم؟ نقل إلا ما رحم الله، فإنه إن دعا دعا نفسه، وإن فكر أو آخر ما يفكر به دعا لإخوانه، فهذا من التناقض. لو كنت تحمل همهم لما توقفت عن الدعاء من أجل أن الإمام أذن بالقنوت أم لم يأذن، لا، ادعو الله عز وجل في أوقاتك كلها. فهذا رد يرد به على من قال هذا القول، فيقول بعضهم ليس له سلطة وليس له حكم وليس له حق في المنع، وليس لكم حق الانصياع لهذا الأمر. فنقول لا، رويدك، الحديث يفصل في هذا، لا يؤمن الرجل في بيته أو في سلطانه إلا بإذنه، وهو سلطانه وهذا سلطانه، لأنك نائب عنه، فلو شاء يعزلك عزلك.